متغيرات جوية مفاجئة تشهدها المحافظات الشرقية للبلاد، متأثرة بكتلة هوائية حارة قادمة من صحراء الربع الخالي. هكذا تبدو شوارع المكلا صباحا هذه الأيام، خالية على غير عادتها إلا من نذر يسير من الحركة. فارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة وصلت إلى 45 درجة مئوية، مصحوبة بموجة غبار وانخفاض لمستويات الرؤية الأفقية، عوامل أجبرت غالبية السكان على التزام منازلهم. بسبب حدوث المرتفع المداري في جنوب الجزيرة العربية فأدت إلى هبوط رياح هابطة أثرت على الصحراء الربع الخالي فأثرت بالغبار وتدني في الرؤية. كذلك وقعت عندنا في حضرموت الفوارق الحرارية بين الساحل والبر، حيث ارتفعت درجة الحرارة في بعض المناطق في المهرة إلى قاربت 50 درجة مئوية، وفي حضرموت الساحل في مناطق ثمود تجاوزت 40 إلى 45. ارتفاعات درجات الحرارة متزامنة وزيادة انقطاعات التيار الكهربائي دفعت بالكثيرين إلى التوجه نحو السواحل والمتنفسات العامة هربا من الحرارة والرطوبة. من كثر ضغط المكيفات بالحرارة نزلنا للجو هذا عشان نستمتع من شدة الحرارة في البيوت. هذا الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة في مدينة المكلا لجأ كثير من العوائل والشباب إلى النزول إلى المتنزهات. وكانت غرفة الأرصاد والتنبؤات الجوية بالمحافظة قد أصدرت خلال الساعات الماضية العديد من النشرات التحذيرية والإرشادية في التعامل مع هذه المتغيرات. يرى مختصون أن هذه الظاهرة طبيعية، لكن أكثر ما يخيفهم هو الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة، والتي أعادوا أسبابها إلى انخفاض طبقة الأوزون فوق البلاد بشكل هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط على حد قولهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.